بعض الناس بيقول لا انا كنت بحصل وكان الوزير الفلاني قال لي الكلام ده كل ده كلام شغل. ما عندناش اي لا قرار وزير ولا قانون. بل بالعكس احنا لما جينا نراجع قوانين الدوله لقينا قدامنا قانون في البنك المركزي وده في ماده قاسيه جدا في مثل هذا الموضوع مش متعلقه فقط بالتعليم هي متعلقه بتقديم اي خدمه في الدوله بعمله اجنبيه. ويقول ان ده اللي يعمل ده لو اتطبقت عليه القوانين ده بالعكس ده فيها سجن وفيها غرامه ضخمه. وعشان يعمل ده لازم يروح ياخد موافقه محافظ البنك المركزي وياخد موافقه الوزير المختص. بدون الحاجتين دول يبقى بيرتكب خطا جسيم يعاقب عليه بالسجن والغرامه. انا ما بقولش الكلام ده كلهم ناس محترمين وناس مقدرين لكن انا بقول ان مراجعاتي لكل ده علشان اشوف اذا كان هناك ما يبرر طلبات بعض الاخوه الافاضل اللي بيقولوا احنا عايزين نحصل مصروفات او جزء منها بعمله اجنبيه علشان انا كمان اعرف ارد. وبالتالي هذا الكلام لو سمحتم اما تبغوا تغيروا القوانين احنا هنحترم. انما القوانين القائمه بتقول ان المصروفه تحدد وقرر تاني وتحصل بالجنيه المصري. يعني لا فيها تحديد بعمله اجنبيه ولا تحصيل لهذا ولا ذاك. واذا كان برضه حضراتكم منكم كلكم ناس فاضل وكلكم ناس مثقفين ومتعلمين كويس ولو كان في حد عنده حاجه برضه زي ما انا فحصت كده ودورت يقول لي لا والله عندك في القانون الفلاني او في القرار الوزاري الفلاني ما يفيد ان احنا نحصل مصروفات او جزء منها بعمله اجنبيه عشان خاطري لا انا كمان اوير ده لكن اقول لحضراتكم احنا مالناش لا المستشارين القانونيين بتوع مجلس الدوله اللي معانا لقوا حاجه ولا الشؤون القانونيه لقت حاجه وكل اللي موجود هو تحديد وتحصيل المصروفات بالعمله المصريه. نيجي بقى عند تحديد المصروفات هيحددها ويسهلها ويخلينا نبقى علاقتنا صحيه ومستقره مع بعض ان يبقى عندك لائحه. مبتدا دوت كوم